مرحبا يا أبطال، أنتم بحاجة إلى كتاب لغتي فراحي رقم 6، صفحة 16 رقم 10. أعد وأكتب. موز وأعداد. انظروا إلى هذه الصور، يوجد موز. انظروا إلى المربع الأول، كم موز يوجد هنا؟ نعم، يوجد موزة واحدة. أحسنتم، واحد. يوجد موزة واحدة. انظروا، لقد كتبت أمامي الأعداد 1، 2، 3، 4، 5، و6. إذن أين هو رقم واحد؟ إنه هنا. أحسنتم، إذن أرسموا رقم واحد هنا، إنه يشبه الخط العمودي. انتقل إلى المربع الثاني. 1، 2. كم موزة يوجد هنا؟ يوجد موزتين. 2، إذن أين هو رقم 2؟ إنه هنا. أحسنتم، أرسم خط أفقي صغير ومن ثم أستدر وأنزل خط مائل قليلا. والآن انظروا هنا، كم موزة يوجد هنا؟ 1، 2، 3. يوجد 3 موزات. إذن أين هو رقم 3؟ أحسنتم، لديه أسنان. إذن أرسموا رقم 3. هذا هو رقم 3. والآن انظروا هنا، لا تنسوا أن تشطبوا عندما تعددوا الموزات. 1، 2، 3، 4. يوجد 4 موزات. أين هو رقم 4؟ أحسنتم، إنه هنا. إذن أرسم خط مائل صغير، أستدر إلى الأسفل، أرسم خط مائل صغير ومن ثم أنزل إلى الأسفل بخط مائل. والآن 1، 2، 3، 4، 5. كم موزة يوجد هنا؟ يوجد 5 موزات. رقم 5 يشبه الدائرة. إذن أرسموا رقم 5. إنه يشبه الدائرة. هذا هو رقم 5. والآن انظروا هنا، 1، 2، 3، 4، 5، 6. كم موزة يوجد هنا؟ يوجد، أحسنتم، يوجد 6 موزات. أين هو رقم 6؟ إنه هنا. أحسنتم، إذن أكتب رقم 6 هنا في أسفل الصورة، أرسم خط أفقي صغير ومن ثم أنزل خط مائل قليلا. هذا هو رقم 6. أحسنتم يا أبطال، حان دوركم الآن.